طيب ديما اندمجت بالمجتمع، تعلمت اللغة، صار عندها هدفها صار واضح، وبنفس الوقت كمان يعني قدرت تحصل على رجل صناعية، يعني مصنوعة 100% لإلك ولطولك ولجسمك ولكل شيء، وكمان كان هالمرة كان في معالجين فيزيائيين، الحمد لله. كان في ناس عم تدربك بحيث انك تقدري تمشي على هاي الرجل بشكل 100% صحيح، ويعني امورك تحسنت كتير. الحمد لله. من بعدها انت بلشتي، هلا انت مثل ما عم تقولي انت عملتي درستي ببريطانيا، ولا شلون كانت الخطوات؟ شو الشيء اللي عملتي من بعدها كرمال توصلي للشغل اللي انت عم اللي قلتي لنا اياه باول مقابلة، انه انت عم تشتغلي مع اطفال؟ يعني عربي ألماني بودكاست لكل شخص بحب اللغة العربية والألمانية. أول ما وصلت لهون يعني أنا ما كانت إنجليزيتي كتير توب يعني بصراحة، وما كنت يعني مثل بحكم إنه انفصلت أنت تقريبا شي 6 سنين عن دراستك، لا عم تدرس ولا أي شي، فأنا ما كانت إنجليزيتي كتير منيحة، فحسنت إنجليزيتي وقدرت بهاي وقت اللي حسنت إنجليزيتي أول سنتين تقريبا. يعني أنا ما يعني أنا قالوا لي إنه سألوني سؤال إنه بتفضلي إنه يجي عندك حدا على البيت بحكم إنه عندي طرف، ولا بتقدري تروحي على الكوليدج؟ فطلعت هيك أنا إنه أنا شو بدي أقعد بالبيت، أنا قعدت بالبيت زيادة خلاص بكفي يا معلم، بدك تقعد بالبيت؟ قلت له لا أنا بدي أروح على الكوليدج. قالوا لي هني خافوا على نفسيتي، عرفت؟ نعم. فلما شافوني هيك يعني كتير اندمجت، وحتى الاستاذ يعني الاستاذ بصراحة لما انا ما بجي على الدرس بيقول لي انا طيب هلا انا مين بدي يضحك بوشي؟ عرفت؟ فبعض الامور اني انا بعض الاحيان ما بقدر اروح، فبيقول لي انه انا لا انه لا انت لازم تجي، انا مين بدي يضحك بوشي؟ فالفكره انه انا دغري لما دخلت على الكوليج عودت يعني حتى طلاب الكوليج عودتهم، عودت الاساتذه مثلا على نظام، عرفت يعني على شكلي، على نظامي، على قعدتي، على يعني على شخصيتي، فلقيت كتير تقبل منهم بصراحة وكتير سهولة حتى إنه هني يتقبلوني. هون المجتمع يعني عرفت ما كتير عندهم مثل عنا، عرفت يعني يكونوا واضحين، يعني المجتمع هون ما مثل عنا يعني ما عندهم هاي ممكن تعطيني هذا الكلام تبع المجتمع هون مو مثل عنا بمقارنات بسيطة؟ يعني شو الشيء انت اللي لقيتيه، يعني شو الشيء اللي بنظر ديما مختلف بالمجتمع الإنجليزي عن المجتمع السوري، خلينا نقول، أو العربي بشكل عام؟ بصراحة هي النظرة. يعني هلأ نحن كأشخاص نحن أنا يعني أنا ما أقصد بكره هيدي الكلمة، بس ما بحبها إنه نستعملها لذوي الاحتياجات الخاصة، تمام؟ يعني ما حدا اختار مننا من ذوي الاحتياجات الخاصة إنه نكون ذوي احتياجات خاصة، فهمت قصدي كيف؟ يعني هلأ نعم أنا نعم كفكر بشوف مثلا بشوف شخص عنده مشكلة معينة بحياته، بس ما بحسسه انه انت عندك هي المشكله، انه انت ما بتقدر، انه مثلا انا اول ما وصلت على سوريا انه يا حرام، انه شفت هي النظره الشفقه، يعني هي نظره الشفقه عنا، انه يا حرام انه انقضى على مستقبلها، يا حرام انه كيف هي رح تكفي حياتها، مين رح يشيلها مثلا، عرفت مين رح يكون لقدام؟ مو هذا الحكي، انا هذا الحكي ما بحبه، لاني ما حدا بيبقى لحدا وما حدا بيشيل حدا، كل حدا بيشيل نفسه، وكل حدا يعني هو عنده يعني بصراحة النقص مش بنقص الجسم، الفكرة إنه نقصنا مش بنقص الجسم، نقصنا بنقص يعني هون بشوية هو التنتفات اللي عنا نحن، يعني إنه لو شوي هيك نقلب عقلنا من ورا لقدام تزبط الأمور عنا. تزبط الأمور عنا. يعني أنت لما يسموك بذوي الاحتياجات الخاصة، أنا ما اخترت تكون من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولا غيري يكون يعني ولا غيري اختار يكون من ذوي الاحتياجات الخاصة، صار عن سبب معين، حادث، لنفترض هو رب العالمين صار في عنده مشاكل من الولادة، هي الأمور، عرفت؟
ممكن يقلبونا اسماء مثلا، نغير هذا الشيء، نظرة المجتمع الشفقة هي، لأن مثلا يسمونا الإرادة الصلبة، مثلا يسمونا الأمل، يسمونا حي الله اسم، بس ما يسمونا من ذوي الاحتياجات الخاصة. مو مش كلام حلو كتير، مش إنه كلام حلو كراهة، كتير. مش إنه كراهة بالاسم أو أي شيء، لا أبدا. نعم بس نعم الفكرة إنه الفكر إنه بس إنه ما حدا اختار حياته، يعني ما حدا اختار. هلا انا ما بعرف، انا هلا كان طريقي انه اروح على المحاماه لما كنت بسوريا، تمام؟ صار طريقي نعم تماما مختلف، يعني ما، يعني ما انا اخترت هذا الشيء، يعني بس في تغيرات في الحياه، هاي هي الفكره. والفكره انه اللي انا شفته هون باوروبا، الفكره انه هم تقبلوني، يعني تقبلوني بسهوله، تقبلوني بسرعه، يعني تقبلوني مثل ما انا، تقبلوني كشخص، يعني ما نعم تقبلوني كأنا إنه عندي مشكلة، عرفت؟ يعني وبصراحة كمية المساعدة اللي شفتها من هون ومن الناس اللي حوالي ومن الدعم المعنوي، أنا بقصد إنه ما شفتها، ما ش... يعني ما يعني ما إنه ما شفتها، يعني أنا بحاول شوفها ببلدي، بحاول، وأنا بتمنى إني شوفها ببلدي لأشخاص مثلنا بصراحة. يعني هي فكرة بصراحة، يعني هي بتأثر على النفسية أكثر ما تأثر على الشكل. نعم نعم بتفهمك، بتفهمك 100%. يعني وبتخيل انا انه هي النقطة اللي انت عم تقولي عليها كمان هي بالنهاية مو نقطة بتحدد الجسم تبع الشخص، وانما بتحدد العقلية تبع الشخص. وقت تقولي ذوي الاحتياجات الخاصة، في اول شيء كتير اشكال هذا هو المقصد. لذوي الاحتياجات الخاصة، وكل مثل ما انت، هي النقطة المحورية اللي انت قلتيها. انت ما رحتي بايدك وفجرتي رجلك، عرفت؟ وانما هذا الشيء صار معك تماما بمحض الصدفة وبدون اي دافع منك. يعني انت ما كان لك اي علاقة بهذا الشيء اللي أبدا، صار، يعني ولا حدا ولكن انت بيختار، ولا حدا بيختار تماما على حياته هذا الشيء، بس بيسموك تماما معاق، يعني انت يا لطيف مثلا معاقه، يعني بيقولوا، قالوا لي اياها، يعني يعني نعم صارت نعم معاقه. نعم 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 مثل ما نحن اول ما قلت انا، ويعني عرفت عنك، انا قلت انه الاعاقه هي مو اعاقه جسد ابدا وانما اعاقه عقل. ابدا، فهي هي المشكله يعني. وانا بتخيل انه هذا الشيء، هي الطاقه اللي انت هلا عم تعطيني اياها، واللي بعدين المستمعين والمشاهدين حيشوفوها، يعني هي طاقه يمكن 10 اشخاص مع بعض عندهم رجلتين وايدتين ما بيقدروا يعطوها. سلام الله، فيعني إن شاء الله يا رب تكون هيك. انا بتشكرك كثير يعني على هذا على هذا الشيء. ومن بعد انت معناتها ديما ما بلشتي بالكولج تبعك وبالجامعة، وبلشتي وشلون انتهت فيك الامور، او يعني شو كانت الاهداف، ولوين وصلتي من بعدها، وين ديما هلأ؟ الفكرة انه انا لما وصلت واخذت الطرف، مثل ما قلت لك، كمان بدلت كذا طرف بحكم انه مشاكل شوي ومتقبلون جسمي من هذا الوضع. فلما استقريت على اخر طرف، فقلت انه خلص انا اخذت، او انا كشخص بطلع درجة درجة وعلى الهدى، يعني برتب اموري وبطلع، فهمت كيف علي؟ نعم فلما نعم اخذت اخر طرف وقلت خلص انه انا رح بلش بشو ما كان، مهم رح أبلش بالشيء اللي بيناسبني. فالفكرة أنه أنا لما كان أول شغل لألي، أول شغل لألي اخترته، هو كان بالمدرسة مع أولاد صغار. أنا ما اشتغلت من قبل، من لما فقدت رجلي يعني. فأول شغل كان لألي كان الشغل مع أولاد صغار. ليش اخترت هذا الشغل؟ لأني أنا بدي، مثل ما بنقول يعني، لما انت بتفرجي لولد صغير، في كتير مثلا اولاد صغار بيسالوني انه شو صار معك، انه كيف روحتي رجلك، مثل ما قلت لك باول نعم حلقه، انه بيقولوا لي منين بنجيب منها، عرفت؟ فانت لما بتشوف هذا الشيء، كمان انا باخذ طاقتي منهم، يعني انا باخذ بستمد قوتي منهم. لما انت شخص صغير، ولد صغير، يعني بعفويته وبسؤاله هذا، لما بيسالك انه انت كيف هيك صار معك، يعني انت كيف روحت رجلك، عرفت؟ فبتشوف نسبة التقبل عندهم يعني كثير كبيرة وكثير سهلة لأنه يتقبلوا. فأنت هون بيكون شغلك الكبير على المجتمع، لما مثلا أنا في كثير أطفال بيحكوا لأهاليهم عني، عرفت؟ إنه عندنا وحدة عندها رجل اصطناعية وكثير قوية، وعرفت يعني مثل الرجل ودائما الآلي. بتضحك.
مثل الرجل الآلي يعني، ونحن كثير بنسأل، عرفت؟ فهاي الفكرة اجت من انه انا لما بلش بهذا الشغل واطلع مثلا لشغل غيره او لغير، فبيكون عندي كمان قوة، عرفت؟ يعني انا ما بكون كل الوقت قوية، عرفت؟ يعني في عندك نسبة طاقة، فهمت علي؟ نعم يعني هي الطاقة بدك تضل تشيل وتبدل، تشيل وتبدل، فهمت علي كيف؟ الطاقة بدها تنشحن هي بالنهاية، يعني ايه لازم دائما تماما، بدك تنشحن. تعطي أنا وتعبي، نعم نعم عرفت؟ نعم فبصراحة هذا يعني، يعني هذا هو اللي قواني، هذا هو اللي قواني أكثر. ولهلا أنا بستمد يعني طاقتي يعني من يعني من الأشخاص اللي مثلك، ومثل مثلا اللي بيشجعوني، ومثل إنه يلي بيعطوني مثلا، عرفت؟ يعني هي الطاقة الإيجابية. يعني أنا نعم ما نعم يعني كمان أوكي، أنا من تلقاء نفسي إنه عندي هي الطاقة، بس كل ما كانت عندك أقوى من المجتمع ومن تقبلك من اللي حواليك، بكون عليك كتير سهلة. فدخلت بمشروع نعم بعد ما خلصت وعملت يعني الحمد لله وبلشت شغل، قررت بعيد عن المحاماة يعني. ما بعرف نعم ليش اخترت هذا الشيء، فاخترت انه ادرس هندسة ديكور، نعم والحمد لله. صحيح انه تأخرت تقريبا شيء 8 9 سنين، بس الشغلة الأهم اني انا بلشت، الشغلة الأهم إني أنا حصلت على اللي بدي إياه، حصلت على إني أنا كفيت دراستي، حصلت على لنفترض على طرف، حصلت على أقدر إنه أنت شخص قوي لما بتوقف على رجليك، عرفت قصدي؟ نعم يعني كنت برجلين وكنت برجل وحدة، شخص قوي. تمام، بدي كذا كنت اقوله، مو توقف على رجليك، توقف على رجل واحدة إيه بحالتك انت. إيه على رجل وحدة، يعني إنه توقف وأنت متمكن، نعم يعني ما بيهم انه انت قديش ربحت، ولا بيهم انه قديش انا اوكي خسرت. انا خسرت 6 7 سنين من عمري بحكم ولا اي شيء، وبحكم انه صارت ظروف، بس هي الظروف علمتني كثير اشياء، وعلمتني انه ما استسلم، وعلمتني طول ما في امل في حياة.